السلام عليكم أحبائي أصدقائي، اليوم نسولف لكم عن شجرة المعجزة، وهي فعلا معجزة، شجرة الذهب يسموها، وشجرة الخير. طبعا تغنى بها العرب جميعا قديما، الشعراء وأيام الفراعنة استعملوها للتحنيط، وكانت تقدم لآلهتهم بأواني يعني باعتبار أنقى وأقوى وأحسن زيت، وهو بالفعل لحد الآن موجود يعني بالمقارنة بالجميع الأغذية أو الثمار أو الخضروات، بمواد غذائية بمواد دوائية، يعني وفير، وهو فعلا كنز. خلنا نقعد ونسولف أنا وياكم، يلا ما طول، جهز الكوب. أعزائي نكمل سوالفنا وياكم عن هذه الشجرة المعجزة، شجرة الذهب، المورينجا، يعني إلى أسماء، وهي النوع المورينجا الهندي ونوع لبان العرب، أكو اللبان وأكو لبان العرب، إذا أكو نوعية لا تتوهمون، يعني أكو نوعية تعالج المر اللبان، هذا اللبان العرب يسموه، يعني يختلف شجرته، تختلف نوعيته، تختلف. المهم هي تتكون من 13 نوع منتشر، تتقبل يعني أجواء شديدة الحرارة، يكون جذورها دائما عمودية بحيث تقدر تدخل إلى باطن الأرض وتتصل مياه. وجربوها أكثر من باحث أو مهندسين زراعيين بالمصر أو بالحجاز، وجربوها حتى بالصحراء، ما انطوها سنة وأكثر من شهرين ثلاثة بدون ما اعتمدت على مياه الجوفية، اعتمدت على مياه الأمطار، أو اعتمدت هي على أوراقها، هي يعني تتكيف ويا الجو. طبعا هاي من ميزات الشجرة، ما يريد لها مبيدات، هي تعالج نفسها بنفسها، لذلك سميت بشجرة المعجزة أو شجرة الذهب. وكذلك ذكرت في كتاب الله الكريم القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين المؤمنين. المهم هذه الشجرة لها كرامات ولها مميزات، وهي تتمتع بمواد غذائية، مواد دوائية، مواد مضادة للأكسدة، يعني مضادة للأكسدة شنو؟ يعني بها تنظف الشرايين، لأن أكو إذا أريد نحكيها بشكل علمي ذرات يعني نشيطة محملة بالأكسجين، يعني تلتصق بالأوردة وبالشرايين، وراح تسبب الجلطات مستقبلا. فهذه استعمالها بشرب الشاي أو الزيت مالتها أو الحبوب، أكو نطرق إن شاء الله عن طريقة الغذاء مالتها، تمسح شكو هذا الشوارد اللي تلصق بالأوردة، وهي تعالج بروستات طبعا، تعالج جميع السرطان بالجسيم، تعالج سرطان الثدي للنساء، تعالج القولون، بها علاجات يعني أنا بحثت عنها، وسبب بحثي عنها كان صديقي بالعراق عزيز علي، وهو انتم كلكم عزيز علي، بس من واحد يعني يسألني بشيء أو يقول لي تعيني بشيء، هذا توفيقي، لأن الله سبحانه وتعالى هيئ لي فشيء أن أخدم به. فبحثت وحاولت ورحت للصيدليات ورحت للدكاترة ورحت عيادات وترجيتهم، قالوا أصلا هذا الدواء بالنسبة لهذا صديقك، وراويتهم اسمه وكذا، قالوا لي ما موجود، لأن أمريكا تتحدد يعني بأدواء دواء المضاد أو بمضرات الجسم ما تجيبه، فممنوع هنا، يعني جوز قالوا لي تلقيه بالدول الباقية خارج أمريكا. المهم صار سبب بحثي عن هذا الدواء، صار سبب بحثي عن علاج لهذا صديقي، بأنه هو السكر عنده وعنده مضاعفات بجسمه بعض المناطق الحساسة. المهم فاكتشفت هذه الشجرة وبحثت، وإحنا لو نقرأ كتب أو طب أهل البيت راح نلقى نباتات وراح نلقى أنواع مهمة من الغذاء للجسم الإنسان، الشفاء الإنسان، وكانت هي هاي الشجرة الوحيدة اللي قلت لكم مذكورة بالقرآن، شجرة مميزة بموادها الغذائية، مميزة بموادها الدوائية، وهي تعالج 300 مرض، يعني تصوروا لهذا الحد تعالج 300 مرض. ايش تتصورون اكو مرض بالإنسان يعني تعالجه بالنسبة للأعصاب؟
تعالج. اكو كثير جربوها ناس كبار السن يعني عندهم رعش، عندهم اكو ناس عندهم زهايمر، عندهم ضعف بالاعصاب. المهم تناولوها على شكل حبوب، على شكل كبسولات، الورق مالتها يطحن، على شكل شراب الشاي مالتها، او مثل ما هذا، او الزيت يغمسون به مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى بكتابه الكريم، وصبغ للاكلين، يعني يقصد بها العيش او الخبز يغمسه بالزيت. فهذه هي حبوبها مثل ما تشوفون، وهذا شكلها. فاعزائي مثل ما تشوفون النبته او البذور مالتها تتكون على هذا. واذا فتحناه، شوفوا اذا فتحناه هذا البذر مالتها، او هذا طبعا هذا، شوفوا ايش قد يعني الوحده مالتها تعادل 4 زيتونات من الزيت. هذا اذا نريد نكسره يعني ونذبه حتى بماء ماي من هذا مجموعه، نكسره ونذبها ماي يعني ما ينشرب، ماي آسن، فينقيه هذا يعني. هاي بيها ميزة، ينقي الماي ويطهر الماي ويعطي طاقة ويقتل جميع البكتيريا بيه. وطبعا حتى سووا بحوث وعلماء حتى أضافوا هذه المادة على أغشية أو أقمشة للجروح أو للدواء للجروح، يعني عالجها بأن هي تقتل البكتيريا. بيها ميزات كثيرة يعني، قد ما أتحدث عنها بيها مميزات. بالنسبة نتطرق لزراعتها، تزرع عن طريق العقل، وتزرع عن طريق البذور، وتزرع عن طريق الشتلات. بس الشتلات تعتاز مياه بالبداية أكثر، ها. وهي بيها ميزة، طبعا أنا أتحدث عن العقل، يعني احنا نسميها الأقلام، تأخذ مسافة مترة، يعني قلم مترة كبير حتى يدفن نص مترة بالأرض، وهذه تكاثرها. وطبعا تقاوم مثل ما قلت لكم، تقاوم الحراره، تقاوم يعني ما تصرف ماي. طبعا انتاجها الاقتصادي وانتاجها الصحي اكثر من النخله. النخله تحتاج الماء، هاي يعني سووا دراسات عليها وبحوث علميه بان هي هاي الشجره ما تحتاج ماء، يعني بالصحراء تبقى وتقاوم. طبعا تصير مصدات الرياح، منقية للجو، قلت لكم تعالج نفسها بنفسها، ما تحتاج أي شيء، يعني مثل كأنما يمكن الصبار الصحراوي يحتاج عناية أكثر منها، لكن هي لا، تعالج نفسها، توفر لنفسها المياه، تتأقلم، تأخذ الغذاء من إذا ما لقت مياه بالأرض تأخذه عن طريق الأوراق. المهم بيها مواد مهمة بالنسبة لتنحيف أو لتنزيل الوزن، مواد صحية، لأن أكو احتمال تستعملون مواد كثيرة، أعشاب وكثيرة أدوية يستعملوها، لكن أكو مضار، أكو جزء ما تتأقلم ويا الجسم، لكن هاي تتأقلم ويا كل جسم وتؤدي إلى التنحيف، يعني توازن الجسم. طبعا هي حتى يسموها بغذاء الأصحاء، يعني شلون الماء أنت تشربه صح، الشربة تعتازه، لكن هي تعالج عن أمراض أنت ما تكتشفها، وخاصة السرطان. السرطان ما يكتشف بساعته، من يتفاعل الإنسان يحس بمكان بألم، يحس بتغيرات، يحس بأمور يعني يعرفها أطباء أو يعرفها المريض. هذه لا، هم وقاية وهم تعالج وهم أنا نفس الشيء تمنع، فمثل يعني تمسح من الجسم أي مرض. قوة للرجال بالنسبة للحالة الجنسية، للنساء للشعر يستعملوه على شكل أقنعة، يعني ينمي جسم أو يحفظه من التجاعيد، يأخر الشيخوخة، للشعر حتى عند الشيب يقوي البصيلات ويخليها تطلع الشعرة من جديد بلون أسود، ومجربة هذه. فأني ليش متحمس، ليش إخواني أني مطي أهمية لهذا، وراح أختصر لكم يعني هذا اختصار تقرير، لأن شفت الخير به أكثر ما ذكر الله سبحانه وتعالى بكتابه الكريم. وقلت لكم يستعملوا الفراعنة قديما، ويستعملوا تغنوا به الشعراء، يعني به في الشغلات مميزات، يعني كنز كنز. يا حبذا لو كل واحد يزرع ببيته شجرة أو شجرتين من هذه النبتة أو الشجرة غذاء إله. الأخوان المشاريع اللي عندهم بساتين، عندهم كذا، يعني جربوا وبهالرغبة، والله العظيم اقتصاديا ماديا يعطيك وفرة،
يعني تقوم تصدير للخارج. اكثر الدول هسه طلبه الزيت مالته القليل، يعني الباقد الشيشه هذه لا تتوقعون ايش قد يعني سعرها موجود عندكم هسه عند العشابه، لكن ما تعرف الناس كنز موجود. موجود هو البان العرب او ذاك اللبان العرب، قلت لكم العلج المر يلقوه بالجذر مالتها الشجره تختلف، فبي مميزات يعني بيها اكو ميزه. انا اتذكر امور يعني قد ما بحثت لعندهم التوحد الاطفال، جربه خلال 3 أشهر الطفل تحسن الى حاله، قام يختلط ويا الاطفال ويا اهله بشكل يعني تنظيف للعقل للدماغ للمخ، لان هو التوحد اذا نقدر بشيء علمي هو مواد ثقيله مثل الرصاص، وهاي تضغط على الراس وعلى المخ وعلى الامور هاي علميه، ما تخرج مثل باقي الاطفال يعني الطبيعيين تخرج، هاي لا تظل ثقيله، فهذا يساعد الطفل عن اخراجها من الجسم عن طريق الدم عن طريق الامور يعني من يحولها الى فضلات خارج وتنهيها. فبالنسبه للتوحد هاني قلت لكم هذا شيء مهم، وتنزيل الوزن للامراض السرطان علاج وواقي جدا. فاعزائي اتمنى تهتمون بهذه النصائح، تهتمون بهذه الامور وتحاولون تكاثروها بدول عربيه، واني مثل ما راح انوه بان على مود شلون راح اوصلها للعراق هذه، وهسه وياي نروح للبيت حتى اراويكم بعض الصور اللي اختاريتها اني، هي بدون حديث بس انا تحدثت قبل هذا، راح تشوفون الصور موثقه يعني كم صوره خليكم، وبعدين همنا ان لقاء وياكم اطلع للبارك حتى نتحدث وياكم قليلا، بارك ثاني يعني مكان ثاني بوقت ثاني. هسه الصبحيات عندنا الساعه تقريبا 8 الصبح، وان شاء الله راح نلتقي وياكم الساعه 4 أو 5 او هذا الوقت 6 بارك ثاني، ونتحدث من بعد ما نروح للبيت وبعدين نروح للبارك وياي. أصدقائي بعد ما رجعنا للبيت وشربنا من هذا النبتة المعجزة أو لبان العرب المورغانيك، نتحدث لكم وي صور إن شاء الله راح ننتقل لها، بس من تخلصون الصور هم أكو يعني حديث، إحنا وطالعين أنا طالع بالبارك حديث شوية، وهذا مثل ما تشوفون أنا اشتريتها بها 1000 حباية ان شاء الله راح ارسلها للعراق الاخ حسن علي حسن عمران، وهذه عندي بها همينة تقريبا 50 حباية ذني لهنا اوزع لبعض الاخوة يزرعوهن، وان شاء الله يعني يكون هذا فتشي قدمة البلدنا او الاخواننا بالكوفة حتى يعتنون بالطبيعة ويستفادون من نفس الوقت. راح ننتقل للصور، وبعدين من ننتقل للصور هم اكو حديث بسيط وقليل بعد البارك. هسه وياي للصور، هسه
السلام عليكم. طبعا بالنسبة لهذه النبتة أنا خابرت صديقنا وأخونا العزيز، تعرفت عليه على الفيسبوك ورغم من مدينتي الكوفة، بس تعرفت عليه على الفيسبوك حالي حسن عمران، وحكيت له على هاي النبتة والأشجار وانتشارها يصير بسرعة وتفيد الأجواء، فقال لي إن شاء الله راح نتناقش أنا وياك بيها، لأن كان وقت مو مناسب، لأن فرق الوقت إحنا بينا بالعراق نهار، إحنا عندنا ليل، فإذا قابرة بالنهار هو عندهم ليل. فقال لي راح أحاكي حاتم الماضي هم أخونا تحياتي، يعني شفت إنجازهم وخيرهم لبلدهم أو لمدينتهم، وللأسف يعني إحنا ما نريد نتحدث على هاي، شفت بعض الناس ردود فعل مو حلوة، لكن هم أحيوا الكوفة كل من اختصاصه. لهذا السبب أنا اتصلت بي على حسن عمران، اتصلت بي ورحب بي هالشغلة، ورجل يعني أحس بي صدق يعني قلبه على الكوفة وقلبه على بلده وقلبه على الناس. أنا ما متحدث وي حاتم الماضي، بس متحدث وي علي حسن عمران، وأكيد هو نفس الوضع، وإن شاء الله إن شاء الله أنا وياهم راح نسوي شيء إن شاء الله. وأنا اشتريت منا أنا مجموعة يعني حوالي كل علبة بيها ألف يعني بذرة أو حباية من البذور، فراح اشتري يعني اثنين علبتين كل واحدة ألف يعني 2000 حباية. نحاول احنا نسوي لنا ان شاء الله اذا صارت زيارة عندي للعراق نسوي لنا فد فكرة، واول مرة نزرعها على شكل شتلات صغيرة وبعدين تتوزع على الناس وعلى الحدائق وعلى الشوارع وتنتشر، يعني هي تنتشر بسرعة وتسوي في وتسوي حالات جيدة، يعني تسوي حالات جيدة للطقس للطبيعة، وبنفس الوقت الاستفادة منها اثمار واوراقها للشاي، ويعني يقدر شلون هاي الشجره اذا يراويكم اياها قاعد جواها، يعني يقدر واحد قاعد جواها هيجي وياخذ اوراق ويغسلهن ويحطهن بماي حار ويشربه بسرعه يصير شاي، يعني ماي حار يديره شلون الليبتون فيتحول الى اخضر ويشربه الاوراق بعد ما يغسلهن. فان شاء الله ان شاء الله ندعونا الله يوفقنا في هاي الحاله، واني والاخ الاستاذ حسن علي حسن عمران تحياتي له، والأخ العزيز حاتم الماضي، وإن شاء الله نشوفكم بالكوفة في مال أخي.